امين صديقي في واياكم الامس بالجنة. نعم انا وصديقي نعم نمشي بالسياره فوق الاشجار، فوق الأشجار، أيوة فوق الاغصان، هي فوق الأغصان الاغصان، أجاري. على شكل نصعد على فوق على شكل دائري. نعم مشينا شويه في نص الاغصان هذه في غدير ماي، بس ماي نقي جدا، نظيف يعني، ما شاء الله. وايد وايد نظيف الماي. فانا اللي فهمته من الـ من الـ ليش انا هنا المكان، ان احنا راح نشيل حاجه، بعدين يوم غطست انا في رايحين الماي، تشيلوا شو؟ يعني اللي فهمته من الحلم احنا واصلين هنا عشان بنشيل حاجه يعني. حاجة هي طيب. زين، فغطست انا في الماي، وان تحت الماي كله ذهب، السبايك الكبيره هذه ما شاء الله. وبعدين؟ كله ذهب، كله ذهب. فمن كثر الذهب احنا يعني جو اصدقائنا وشالوا معانا. ما شاء اخر الله قطعه انا شليتها كانت النص، ما شاء الله. السبايك كانت مو من النوع الصغيره، النوع الكبيره هذه اللي في البورصات، اللي يتعاملون فيها في البورصات. نعم فانتهى الحلم، ما عرفت شو معناته. يعني اشمعنى هاي الاحلام يا احمد ما تاخذوني معكم فيها؟ ما والله تشوفوني شو بقى، انا بعد لا اقول لك، أنا المرة تقريبا القادمة انا عندي حبيبي. تقريبا عندي ولا 19 حلم، هذا واحد من الاحلام بعدك انت ما فسرت لي اياها. لا قصدك ان الاحلام بعدك ما خبرتني اياها عشان افسرها، صح ولا يا ايه احمد؟ هي 19 حلم غير عن هذا بعد، وكم فسرت لك يا احمد؟ وايد، يمكن تقريبا فوق العشر 15 طيب حلم هذا بعد، من غير في بعد غير. ما شاء الله عليك يا احمد. صاحبك في عنده طلب ايضا عند الحكومه او عند الدوائر الرسميه اللي كان معك في والله الحلم؟ يعدام في، والله لا، هو ريال الحمد لله مقتدر يعني لا على لا، الحكومة. عنده طلبات او حاجات من الجهات الرسميه ولا فقط الصديق اللي كان معايا هي في الحلم؟ والله ما اعرف، طيب ما طيب ادري. هذا صديقك اللي كان معك في الحلم راح يكون باب فتح وخير عليك ان شاء الله، لانك انت ان خاويته شاء في الله. الحلم. تابعنا واسمع التفسير يا احمد. بارك الله فيك، شكرا يا أستاذي، بارك الله شكرا. فيك يا سيد احمد، بارك الله فيك. درت معاه على اشجار، معناته درت معاه في اناس، الاشجار هذه اناس ذوي يد بيضاء مبسوطه واهل كرم. وصلت لنهر، وصلت لشخص مسؤول عن هاي الاشجار كلياتها، عن هاي الناس كلياتها. دخلت غصت في اعماقه لتجد الذهب، يعني استطعت ان تلمس قلبه ورضاءه. اخرجت الذهب انت ومن معك، معناته هناك مناسبه تاتي، تكون هذه المناسبه مرتبطه بامر ترجوه من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ويكون هذا الشخص خير وخليل لك وصاحب اذا كانت علاقتكما قويه. هذا والله والعليم الحكيم.